هذه ثالث تركيز توا بدينا بسوسة وصفاقس اللي بدينا من الأسبوع الفارط واليوم معناتها إشارة الانطلاق بالنسبة لتونس المعهد صالح عزيز. حقيقة هذا توا كيف ما قالوه التبة هذا إنجاز اللي يستناو فيه عندهم أكثر من 15 سنة وبداوا يخدموا معناتها على كراسة الشروط بداوا يخدموا شنو صاير معناتها في العالم وفي البلدان المتقدمة وحقيقة توا كي يشوفوه هما معناتها اون اكسبلواتاسيون هذا انجاز. ان شاء الله مبروك على التوانسه الكل على مرضانا بالاخص مرضى عافانا وعافاكم الله السرطان وزاد راهو نجمو نخدموا معناتها بالالات هذوما لتشخيص امراض اخرى في اختصاصات اخرى لكن احنا اللي بدينا به كمرحله اولى وبالبرودوي اللي معناتها قاعدين ندوروا به هما ماشيين لامراض السرطان. توا كيف ما شفتوا احنا في المريض الخامس اليوم باش نكملوا معناتها ك تجربة أولى بالمريض السادس في صفاقس بداوا معناتها الأربعة اللي فاتت ووصلوا حتى لتو 25 مريض في سوسة كيف بداوا معناتها من الأسبوع الفارط وفاتوا ال 15 مريض هذوما الكل احنا نعتبروهم كبداية لكن مش وزارة الصحة مش تكمل تدعم معناتها المستشفيات هذوما ثلاثة مش الآلة هذية ما تقفش. كنا نبعثوا قبل المرضى للتداوي معناتها بالخارج وللتشخيص بالأخص خاطر هنا معناتها الماكينة الآلة هذية أكثر للتشخيص. تشخيص حقيقة مش تربحنا حتى في فلوس بالنسبة للدولة التونسية مش تربحنا معناتها الفلوس كيفاش نشوفوا اللي فما ناس اللي تبدأ معناتها الشيميوثيرابي ولا الراديوثيرابي بتاعهم ولكن بالسكانير وحده ولا باليرام ما نعرفوش مدى نجاعة الدواء اللي عملوا كشيميو ولا كراديوثيرابي بالآلة هذية جديدة ولينا نعرفوا بعد ما بدأ ياخذ في الدواء بتاعه المريض نعرفوا مدى نجاعة الدواء نجموا نقفوا ولا نكملوا نواصلوا فما زادة نجموا ناخذوا عينات نمشي وديريكتومون معناتها لا بريسيزيون اللي هي قوية برشا نمشي للمرض وين موجود اللي ساعات معناتها بالآلات الكلاسيكية واللي قاعدين نخدموا بهم نجموا نكونوا بجنب معناتها المرض والتشخيص ما يكونش صحيح 100% لذا هنيئا وإن شاء الله هذه كبداية وإن نهني المرضى ونهني زادة الطاقم الطبي والشبه الطبي على خاطر هذا زاد هو مشروعهم. بالنسبة للكلفة الجملية معناتها وصلنا حتى لتوا خاطر هو المارشي راهو مش نكونوا واقعين هو قديم لكن توا وصلنا معناتها من ابتداء من شهر افريل ماي اللي مشينا معناتها مع الفورنيسور بالنسبة للخلاص والتكلفة فاتت 21 مليون دينار تونسي. التعميم سؤال معناتها في بلاستو علاش تعميم كيف ما شفتوا معناتها القسم هذا والأقسام متاع سوسة ومتاع صفاقس لازمهم معناتها الاختصاص هذايا لازموا معناتها كفاءات اللي هو الاختصاص ماهوش موجود في كامل تراب الجمهورية وحتى في العالم الأجمع ما تلقاش انت الاختصاص هذايا موزع في البلدان معناتها بصفة معناتها كيف ما اختصاص واحد آخر طب القلب ولا طب آخر اللي احنا نجموا نلقاوه في كامل تراب الجمهورية ولا في بلاد أخرى لذا احنا مش نمشيو نخدمو بأقطاب أقطاب علاش مش الكفاءات نتاعنا تكون لكوندنساسيون في الأقطاب هذوما لأكثر نجاعة نجمو نشريو الماكينات كيف ما شفتوا معناتها ماهيش القيمة معناتها المادية هي اللي تهم البلاد على خاطر وقت اللي الأطباء نتاعنا والمرضى نتاعنا معناتها التجنب مش هما يتنقلوا حتى للخارج مش يعملوا معناتها التشخيص هذايا تونس معناتها حطت الأموال اللي لازمة مش ناخذوهم الآلات هذوما لذا المشكل مش في التركيز والمشكل مش في قداش من آلة احنا مش نشريه في تونس هو يلزمنا معناتها لنجاعة الإكزاما يلزم الكفاءات الطبية والشبه الطبية اللي هي متكونة في الآلات هذوما ومعناتها في التشخيص هذايا وفي الاختصاص الطبي الدقيق هذايا هما الأقطاب هما اللي مش يحلوا المشكلة سمحني. وفما عنا قطب آخر متاع أمراض سرطانية اللي مازال كي فتح أبوابه في جندوب بقدرة ربي في مرحلة ثانية زادة لما لا نعزوه بالآلة البيتسكان. الآلة هذه هي آلة البيتسكان دونك هما ثلاثة آلات في الحقيقة في القطاع العمومي واحدة في تونس واحدة في سوسة واحدة في صفاقس
الآلة هذه هي متركبة متكونة من زوز آلات. آلة لو بيت ان فيت معناتها كلمة إنجليزية بالفرنسية لا تيب نعيطولها لا توموغرافي باغ إيميسيون دو بوزيتون بالعربية آلة التصوير البوزيتروني. فهمت نستعملوا مواد مشع دونك باش يمكننا مواد مشع هذايا دونك نزرقوه للمريض في أشعة البيتا بلس تمكننا في الاخر باش تعطينا زوز تصاور زوز تصاور هذوما في الاخر اون فالي فيزيوني في تصويره واحده دونك فيها معلومات نتاع التصوير البوزيتروني ومعلومات نتاع السكانر فهمت الاله هذيا دونك تمكننا التشخيص المبكر الخلايا السرطانيه تشخيص بدقه لو سويفي دونك دو لا مالادي زيدا في كامل الجسم نعم في كامل الجسم دونك في صورة واحدة في كامل الجسم معناتها نجمو نشوفو كل خلايا سرطانية فهم وغراس او سكانير نشوفو معناتها نجمو نشوفوهم وين موجودين بالضبط فهمت دونك تمكننا دونك دو سويفي دو كونسير ومفعول الدواء اللي ياخذ فيه المريض اذا كان بعد ما خذي الدواء بشويه دونك نشوفوا تنجم تورينا اذا كان ما فماش مفعول دونك الدواء يتبدل وزيدا تمكننا باش نعرفوا اسكو في الاخر بعد الدواء المريض برا كومبليتمون ولا لا موجوده في 3 مستشفيات عموميه في تونس في معهد صالح عزيز مستشفى سهلول ومستشفى حبيب بورقيبه القيمه نتاعها في 4 مليارات فهمت دونك سي تان بودجي بور لي 3 pour les trois appareillages في تونس الكاملة تفوت 17 مليار هي جيت راهي موجودة في تونس وراكبة من أفريل 2019 فهمت توا حاليا ليومنا هذا مازلنا ما نعرفوش السوم معناتها لو بري دو ليكزاما بون قاعدين ساعة نجربوا مش هكاكا معناتها فما حاجات يلزمنا نجربوا الماكينة باهية مش باهية قبل ما نوصلوا للمريض فما حاجات نعملوهم فهمت دونك الحاجات هذوما تاخذ وقت فهمت والحاجة الثانية اللي اون باراليل دونك قاعدين خاطر البرودوي اللي نستعملوا فيه المواد المشع هذايا معناتها إلي برودوي اون تونيزي بور لا بروميير فوا.